حتى لما بيقول لك مثلا ايه صليبي ان انا عندي مرض، صليبي ان انا عندي، ده مش صليب. الصليب يعمل صليبه، يعني يقرر بارادته ان يحتمل الاضطهاد والآلام. والتجربه والالام حتى الموت بارادته. هو ده التلميذ. ممكن أضيف تفضل أختي. برضو حمل الصليب هو إني أنا وإنكار النفس، إن أنا بموت عن خططي ورغباتي ومشيئتي علشان أتمم مشيئة الرب، لأني ممكن تكون مشيئتي تتعارض مع مشيئة الرب في أمور، لكن أنا لما بموت عن ذاتي وبحط نفسي على المذبح أنا بقدر أتمم مشيئة الرب وأقول لتكن لا إرادتي بل إرادتك، زي ما قالها الرب يسوع.